الجمال ما ينفعش يبقى محدد بالشكل الوش عامل ازاي، الشيب يبقى عامل ازاي، الحاجات دي كلها بحس ان هي مفهوم خطأ للجمال، ودي حاجة احنا بنبعد عنها على قد ما نقدر. الناس اللي برا الاندستري فاكره ان احنا بنروح نتصور وخلاص، يعني مش الموضوع مش صعب يعني، لكن موضوع الاندستري يعني موضوع كبير جدا. there's no discrimination. So like I'm like the rest of the models. It depends on me how I act on set. Do I follow the instructions well, and how does my work come out? So there's nothing about my color.